بالنسبة لبعض النساء كترى عندهم بعض الأحيان قبل من ما تجيهم الحيض توترات، اضطرابات نفسية، قلق، صداع في الرأس، انتفاخ في الثديين، ألم في أسفل البطن. فهذه كتكون أغلبيتها السبب ديالها واحد اختلال هرموني، يعني في الدورة كيكون نقص في البروجستيرون، إما لعدم الإباضة، لما كانش الإباضة ما كانش الجسم الأصفر يعني الكورجون اللي كيعطينا الإفراز ديال البروجستيرون، ولا كيكون غير كاين إباضة غير أنه يعني داك الجسم الأصفر كيكون ماشي جيد، فكيكون الإفراز ديال البروجستيرون فيه أقل من العادة، فكيؤدي هذا الشيء هذا لتغير في الخلل الهرموني، وبالتالي كيقدر يؤدي لتغير في المزاج، الاضطرابات النفسيه والصداع في الراس، انتفاخ في الثديين كما قلت، ولا الام في اسفل البطن. والعلاج ديال هذه الحاله هذه علاج بسيط، يعني كنعطيو في النصف الثاني ديال الدوره مده 10 ايام تقريبا، كل دوره من نهار 15 او 16 مده 10 ايام اقراص ديال البروجستيرون اللي كتؤدي العلاج هذا الخلل الهرموني، وبالتالي الزوال هذه الأعراض اللي كانت كتشكى منهم المرأة.